احنا شفنا الاسبوع اللي فات درجه الحراره كانت صعبه جدا، الاسبوع كله كان درجه الحراره بتتوصل لحد 39 و40، الجو كان صعب جدا، وبدانا نشم نفسنا شويه ابتداء من يوم الجمعه الصبح والحال بدا يتغير شويه. طب ايه اللي هيتم بقى الايام اللي جايه؟ الخبر اللي معانا، حذرت الهيئه العامه للارصاد الجويه من تاثير البلاد بموجة حارة جديدة وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضراتكم. منورنا يا دكتور في صباح مين. أهلا وسهلا بحضراتكم. احنا لسه ما لحقناش يا دكتور، يعني لسه ما عداش يومين بس الجو يبقى لطيف، الطقس هيبقى حالته ايه خلال الأيام اللي جاية؟ بالفعل يمكن زي ما حضرتك قلت في البداية انه من يوم الجمعة بدأت الأحوال الجوية تتحسن، بدأت الموجة الطويلة اللي تأثرنا بيها تنكسر، وبالتالي كان في انخفاض لكنه كان يعتبر انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على مدار الجمعة والسبت فقط، لكن بداية من اليوم وأيضا الغد نقدر نقول ان في ارتفاع أيضا لكنه أيضا مؤقت، ارتفاع مؤقت على مدار الحد والاثنين على كافة مناطق الجمهورية بسبب وجود منخفض صحراوي جاي من الصحراء الغربية لمصر بترتفع معاه درجات الحرارة بشكل كبير جدا، بيبدأ الارتفاع اليوم عشان بتصل معها العظمى على القاهرة إلى 46 درجة مئوية، 36 درجة مئوية عفوا، وبتوصل أيضا في حدود 36 درجة بالنسبة لمحافظات الساحل الشمالي. أيضا اليوم موجود معانا إثارة لبعض الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية لمصر عند مطروح واسكندرية، وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير على مناطق من الصحراء الغربية. بدخول الغد، غدا هيكون إن شاء الله هو ذروة ارتفاعات درجات الحرارة في الموجة القصيرة دي اللي بتستمر 48 ساعة. بكرة إن شاء الله العظمى متوقع أنها تكون في حدود 38 ل 39 درجة أو ربما تصل إلى 40 على بعض مناطق من القاهرة الكبرى، بتصل إلى 44 وربما 45 على محافظات جنوب الصعيد. وبكرة إن شاء الله أيضا متوقع أن الرمال والأتربة المصارة اللي تكون موجودة على السواحل الشمالية الغربية اليوم تتحرك بكرة إلى المناطق الداخلية، يعني بكرة متوقع إثارة لبعض الرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وتنتقل تدريجيا إلى مدن القناة ومناطق من سيناء. وبالتالي هي موجة من ارتفاع درجات الحرارة مدتها 48 ساعة فقط على أغلب مناطق الجمهورية، مع إثارة للرمال والأتربة تبدأ اليوم على غرب الجمهورية، وبكرة هتكون موجودة على مناطق من المناطق الداخلية من ضمنها القاهرة الكبرى، لكن بدخول يوم الثلاثاء إن شاء الله هتبدأ تعود الأجواء مرة أخرى إلى الانخفاض وتعود إلى معدلاتها الطبيعية، وإن شاء الله من الثلاث لنهاية الأسبوع هتكون درجات الحرارة مشابهة بشكل كبير للطقس اللي شاهدناه الجمعة والسبت، وتكون درجات الحرارة على القاهرة في حدود 33 درجة مئوية. صحيح دكتور، عايز أستغل وجود حضرتك معانا، يعني إحنا رسميا لسه ما دخلناش فصل الصيف، الدرجات في الوقت ده من كل سنة بتبقى مش بالدرجات العالية دي، هل الصيف السنة دي دايما كان في بعض التصريحات، وأنا بشوف يعني تصريحات يعني مش متخصص ففرصة حالك موجود معانا، هل الصيف السنة دي مختلف عن كل سنة؟ هل فعلا الصيف هيكون صعب عن كل سنة؟ طبعا الارتفاعات اللي احنا بنشوفها دلوقتي او فصل الربيع عموما يمكن دايما فصل الربيع الطقس الطبيعي بتاعه انه بيكون طقس حار على شمال البلاد، ربما اشد من الحر شوية على المحافظات الجنوبية، متوسط درجات الحرارة خلال التوقيت ده من العام بيكون في حدود 33 درجة، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى، لكن من الطبيعي أن نشهد خلال فصل الربيع بعض الارتفاعات وبعض الموجات شديدة الحرارة اللي ترتفع فيها درجات الحرارة لقيم عالية، لكن اللي ممكن بيبقى بيختلف من عام لعام هو شدة هذه الموجات وعدد هذه الموجات وأيضا عدد الأيام. يمكن شفنا موجة الأسبوع اللي فات كانت مستمرة لمدة أكثر من أسبوع، لكن حابين نأكد أن كل هذه الموجات سواء كانت موجات طويلة أو موجات قصيرة ارتفاعات كبيرة في قيم درجات الحرارة خلال فصل الربيع لا تعتبر أبدا مؤشر على أن فصل الصيف هيكون صعب أو هتكون فيه درجات حرارة عالية بشكل كبير. احنا فصل الصيف المعتاد عندنا بيكون نسب الرطوبة عالية فيه، ومن حين لآخر خلال فصل الصيف بنشهد بعض الموجات شديدة الحرارة،
صحيح. وايضا خلال فصل الربيع بتكون الرطوبه قليله جدا، بتكون درجات حراره في حدود 33 زي ما اشرنا، مع بعض الموجات شديده الحراره. فحتى الان طقس الربيع هو حول المعدلات الطبيعيه مع بعض الموجات شديده الحراره، واول موجه كانت طويله قعدت اكثر من اسبوع اللي هي كانت الاسبوع الماضي. لكن طبعا مبدئيا مش هنقدر نقيم فصل الربيع الا بعد انتهائه. صح. وبالنسبه لفصل الصيف لا نستطيع ان نجزم الان بانه هتكون درجات الحراره اعلى من المعدل، لكن المؤشرات كلها بتقول ان فصل الصيف ان شاء الله هتكون درجات الحراره. يا دكتور يعني الموجه دي تبقى قصيره ويبقى الجو ان شاء الله لطيف وكويس. ونصيحه طبعا اللي ما عندوش حاجه مهمه ما يتعرضش للشمس، وربنا يكون في عون الناس اللي كمان بتشتغل في الشمس. بنشكر حضرتك جدا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه.